تحية طيبة مشاهدينا الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا وإلى عناوينها. محافظ العاصمة يفتتح الورشة التدريبية الخاصة بآلية تطبيق كلنا عدن الإلكترونية. إدارة أمن عدن تدشن الحملة التوعوية لمنع حمل السلاح بالعاصمة. محافظ حضرموت يترأس اجتماعا بلجنة التحضير والإشراف على مهرجان البلدة السياحية. محتجون غاضبون يقطعون طرقات احتجاجا على تردي خدمة الكهرباء في المكلا. هزة زلزالية بحرية بقوة 4.5 درجة تضرب قبالة سواحل المكلا.